دكتور نصيف بده يحكي عن تحولات دولية وانعكاساتها على المنطقة الشرق الأوسط. طبعا يعني كلنا بنعرف انه من وقت ما بلشت الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي مؤشرات لتغييرات للسياسة الخارجية الأمريكية سواء على صعيد التوازنات أو على صعيد علاج أزمات إقليمية أو تحالفات، فحصل صار في نوع من الاضطراب الشديد وحالة من عدم اليقين على مستوى كل العلاقات الدولية والنظام العالمي. طبعا هناك مداخل عديدة لفهم ما يحصل، وواحدة من هذه المداخل هي أزمة النظام العالمي نفسه، لأنه عم يعرف ديناميات جديدة من وقت ما انتهت الحرب الباردة، فحصل ديناميات جديدة لتوزيع القوى وإعادة هندسة التوازنات العالمية. فقوة عم تتراجع ومنها القوة الأمريكية. طبعا في نقاش انه تراجع نسبي او تراجع كلي، انحطاط لأسباب داخلية او انحطاط لأسباب خارجية الى اخره. وطبعا كمان من هذا المدخل ممكن نفوت على الشعور بال يعني الارتباك والاضطراب يلي التصريحات ترامب والمجموعة يلي معه يعني فريقه جديد عم بيحسوا حاليا على رأس النظام العالمي. طبعا كله بيوحي حاليا كأنه الأزمة انتقلت لقلب النظام الأمريكي، ومع النظام الأمريكي قادر يكون هو يقود يكون عنده موقع الريادي بالعلاقات الدولية والتوازنات الدولية. مساء الخير. أولا الطريقة المصرية فرصة طيبة أن نلتقي مع عدد من الأصدقاء في جلسة، شكرا عزيزي ميشيل، سميها جلسة حوارية. أنا أحب أن أضع بعض النقاط ونتحاور. العنوان اللي اخترناه تحولات دولية وانعكاساتها على المنطقة، سأضع بعض العناوين الدولية وبعض العناوين الإقليمية، وأرى التفاعلات أو ننظر إلى التفاعلات بين الحالتين. على الصعيد العالمي نعيش اليوم مرحلة ما سماه البعض مرحلة ما بعد الحرب الباردة، بوست كولد وور. يعني اليوم في لحظة معينة في نهاية الحرب الباردة كان في شعور أن هنالك أحادية قطبية أمريكية، ولكن لن تدوم أكثر من لحظة تلك الأحادية القطبية الأمريكية. البعض يتحدث اليوم، وهذا أساسي يعني أي هيكل توزيع قوى، عن نظام غير قطبي، لا يوجد قطب عالمي في المطلق. البعض الآخر يتحدث عن ربما عودة ثنائية قطبية، سنناقش ذلك في الحوار. البعض يتحدث عن عودة إلى النظام الكنسائي بين الحربين الأولى والثانية متعدد الأقطاب. أنا أعتقد يعني ما يمكن التحدث عنه اليوم هو طبعا بروز عودة لنظام تعددية قطبية لكن شديد التعقيد، بمعنى أن التحالفات عابرة وليست مستقرة على خط عقائدي تدريجي، يعني تقليدي عفوا وتدرجي. حسب القضية المطروحة تحصل تفاهمات، ونعرف كلنا بالسياسة وكلكم أساتذة أنه عادة عكس ما يتصور أحيانا أهل القانون والكلاسيكيين في العلاقات الدولية، أنه الاتفاقات عادة قد تكون عنوان، أما التفاهمات تكون أكثر فعالية، لأنه في التفاهمات الأندرستاندينج نحترم خلافاتنا، نقر بخلافاتنا، لا نمس بأولويات الطرف الآخر. في التحالفات تبقى أحيانا تحالفات على ورق وتبدأ لعبة الطعن في الظهر. فعمليا نظام أعتقد نتجه لنظام شديد التعقيد مع عودة روسية قوية. طبعا الصين موجودة، الشيء المثير للاهتمام
وأنتقل هنا إلى نقطة سريعة، أن ترامب يعتبر أن الخطر بالصين وليس في روسيا. روسيا تحاول العودة إلى ماضي إمبراطوري أيا كان موقفنا من ذلك، فيما الصين عم تلعب لعبة تقليدية، تمدد تقليدي، وبالتالي هون نرى أيضا مفارقة في هذا المجال. إذا في النقطة الأولى أعتقد أننا نتجه نحو نظام تعددية قطبية ذات طبيعة معقدة شديدة التعقيد من حيث نمط التحالفات، وأفضل أن أسميها تفاهمات، أفضل أن أسميها تفاهمات إيشو أرياز في قضايا معينة وليس في المطلق. يعني لم يعد هنالك جدار برلين أو جدران برلين، صارت عدة جدران برلين تقطع عبر المحترف القضايا، القوى المستمرة، القوى العائدة والقوى الصاعدة، عائدة وصاعدة ومستمرة. هذه ملاحظة أولية دون شك تنعكس عندنا. ماذا نرى في الشرق الأوسط؟ نرى عودة روسية أو علم أحمر روسي. البعض لم يدرك طبيعة العلاقة الروسية السورية، هتتعدى سوريا. لتقول سمعتي في الدق كما يقال، عم نحكي كلام دارج، سمعتي في الدق معناتها إذا أنا يسمح لي أو يسمح أو أسمح بأن يمس بمصالح الحيوية في مناطق لي مصلحة حيوية تقليدية، هذا سينعكس على صورتي في كل مكان وسيرتد علي. فهذه نقطة أساسية في تلك العودة الروسية، مستفيدة من التردد الأمريكي وكثير من الخطايا والأخطاء الأمريكية المستمرة. الصين ما زالت خجولة، ما زالت أعتقد أن السياسة الصينية ما زالت ميركانتيلية بشكل أساسي في أفريقيا مع دخول إلى أمريكا اللاتينية، لكن ما زالت تطبع بالخجل، تتسم على مستوى استراتيجي. فيما السياسة الأمريكية تمارس ما أسميه فالس استراتيجي في الانتقال من مكان إلى مكان، رأس فالس استراتيجي في الانتقال من مكان إلى مكان، مما يفقد تلك السياسة المستقلة سواء في الشأن السوري، في شأن ما سمي بالربيع العربي، أو في شأن طبعا مستمر عزيزتي ليلى في شأن القضية الفلسطينية. فإذا هذه يعني في بين طرف عائد بقوة إلى منطقة لم يغادرها ولكن يعود بقوة، وطرف متردد بشكل كثير في كافة القضايا، ينتقل من مكان إلى آخر. في هذا المجال، في هذه النقطة الثانية بفتح بارانتيسيس، طبعا كلام ترامب أو ظاهرة الترامبزم، يعني أنا أعتقد أنها ظاهرة شعبوية في نهاية الأمر كما يقال، بنقول بالدارج روما من تحت غير روما من فوق. يعني نذكر الرئيس ريغان قبل ما يصل للسلطة قال سأسحب سفيري من الصين الشعبية وأضعه في تايوان، ثم قاد أكبر وفد أمريكي في المستوى وفي العدد إلى الصين. ربما ولكن بحاجة ربما الرئيس ليستلم بعد كم يوم إلى أن يدخل في الحيط مرتين أو ثلاثة على صعيد خطابات وعلى صعيد سياسات ليعود إلى الواقع. يعود إلى الواقع، يعني هو من جهة مثلا يريد واقعية شديدة ونمط من الانعزالية، لا أريد أن أتدخل في قضايا التغيير، لست مع التغيير من جهة، ثم من جهة أخرى يدخل في منطق صدامي حامل لفوبيا، إسلاموفوبيا من جهة، ومنطق صدامي مع إيران يريد أن يغير كافة قواعد اللعب دون أن يقدم بديل أيا كان الموقف من إيران. أنا أعتقد أنه لفترة معينة سيكون هناك هذا التذبذب في مواقف أمريكية متناقضة متنافرة مع بعضها البعض، فسيزيد من حالة الفوضى اللي هي فوضى قائمة وللأسف يعني شبه مستقرة في المنطقة. أأتي إلى الموقف الأوروبي. الموقف الأوروبي كثير حملنا أوروبا أحياناً سياسات ما عندها، يعني أوروبا لا تملك سياسة خارجية مشتركة، أوروبا موجودة اقتصادياً ومالياً، وأوروبا يمكن شوية متطورة أكثر من الجامعة العربية على أقل الصدق فيما يتعلق في السياسة الخارجية، هناك سياسات خارجية وهي يقول في أوروبا. إذن نحن نحمل دائماً نقول أوروبا تقول لك أنا لا أتحدث لا أعمل ربما على مستوى البيانات. حالياً أعتقد أن أوروبا تعيش أزمة هيكلية، ليس فقط أوروبا الجديدة، أوروبا الشرقية دخلت الاتحاد الأوروبي، إنما أوروبا القديمة تعيش أزمة من عوارضها البريكزيت، ولكن هنالك عوارض أخرى. يعني في عودة لوطنية أوروبية، وطنية في أوروبا ضد مفهوم أوروبا، ضد مفهوم أوروبا، ضد مفهوم الوحدة، ضد مفهوم الوحدة الأوروبية، ضد المشروع. يعني هذا المشروع لم ينجح حتى الآن في بلورة تلك الهوية، والأزمات الاقتصادية بتداعياتها الاجتماعية العديدة والفوبيا القائمة، فوبيا الهويات القائمة الآن، يعيد التمركز في الإطار الوطني لكل طرف أوروبي. الأوروبيين مكتشفين
استقلال جديد عن الاتحاد السوفيتي، والأوروبيين القدامى اللي كانوا قاعدين في القاطرة مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لأيضا يعودوا ويقول بعضهم أنني أنا أحمل وزر الآخرين كما يقال يقولنا الألمان فيما يتعلق في اليونان، أو الفرنسيين اللي في حال الضياع فيما يجب أن نفعل. هذه كلها ارتدادات. أنا أعتقد أن أوروبا يعني لا يمكن الرهان عليها في أي شيء في هذه المرحلة القادمة، إنما الرهان على فقط التفرج باهتمام دون شك لأن نتأثر بذلك على عملية إعادة تعريف عملية البناء الأوروبي، عملية إعادة تعريف عملية البناء الأوروبي، وليس يعني it's a process. وبالتالي هذه عملية طويلة ومطولة، وهنالك صراعات عديدة قائمة ضمن نفس البلد وعبر الأحزاب حتى في نفس الحزب، وعبر أيضا المجموعة الأوروبية قديمها وجديدها متوسطيها أوروبا المتوسطية وغيرها. يمكن ليلى بتذكر وقت كان مطروح عملية برشلونة ثم طرح بس افتح زفرين عملية الاتحاد مع أجل المتوسط، بدأنا الاتحاد المتوسط، سمعنا كلام، فوجئت عندما كنت ممثل الجامعة قلت نحن وضعنا بألف خير. حد يعني خلافات شديدة جدا شديدة جدا وصلت إلى تلاسن أحيانا بين الأوروبيين المتوسطيين وأوروبيين الداخل حول أولوية المجال المتوسطي. يعني هذا أن المجال المتوسط لأوروبيين الداخل وشرق أوروبا منه مجال أولي، فأنا لا أستطيع أن أخطف سواء كنت فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو مالطا أو البرتغال تحتسب، أن أخطف الآخرين إلى هذه الأولويات. إذن خلاصة الأمر هنالك تفكير بعملية إعادة البناء الأوروبي، وأوروبا منشغلة في الداخل أكثر من أي شيء آخر. هذا شيء نأخذه بعين الاعتبار. من الظواهر أيضا أعتقد على المستوى الهيكلي البنيوي ظهور الشعبوية، التيارات البوبوليست، التيارات البوبوليست ربما من إرهاصات ترامب، من إرهاصات أيضا اليمين المتشدد العنصري وغير العنصري، يتجه عنصريا في من لا يشبهني أو لا يتحدث بلكنتي أنه مسؤول عن أزمة هيكلية اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية خطيرة. الآن زادت حدي، تراجع العنصر الاقتصادي اللي يبقى عنصر أساسي ليس بالشكل الذي صور، وصار أكثر الغريب هو الآخر، والغريب قد يكون يحمل جنسيتي يعني ويكون يمكن تالي الجيل لكنه الغريب، فتحول إلى نوع من العنصرية الداخلية. يعني نحن نرى حاليا صدام هويات، أو دعوني استعمل تعبير يعني صديقنا أستاذنا كان سامويل هانتينغتون، صدام حضارات في الداخل، في الداخل مع جاره، وصدام حضارات مفهوم المطلق ليس بما تقول به لون بشرتك وانتمائك الديني هو يحدد المسافة وليس سلوكيتك. إذن نرى جدار برلين تقام ضمن الدول نفسها. مخاطر الشعبوية أنها تدفع في سياسات غير ذكية وغير عاقلة، ونراها مع ترامب حاليا. يعني سواء رأيناها على سبيل المثال فيما يتعلق في المكسيك أنه نبني حيط وأنتوا تدفعوا ثمنه، أو مثلا أن نعاقب الشركات، أضع تاكس على الاستيراد لأمريكا، علما أنه بعض الأمور التي تستورد، بعض السلعة تستورد هي شبه مصنعة لتشارك في الصناعات الأمريكية، فبذلك يعني أطلق رصاصة في رجلي فأرفع من ثمن الصناعات الأمريكية في هذا المجال. يعني هذا كلام طبعا في بداية الأمر يرضي طبقات معينة، محيط المدينة، ريف المدينة، ولكن بداية الأمر يعني يعبر عن مشاعر شرعية من خوف وقلق، لكنه لا يحمل أجوبة شرعية أو عملية لهذه المخاوف ولهذه الأزمات البنيوية. سأتحدث كيف تنعكس عنا. هنالك أيضا مخاطر لغط قائم بين النيوليبرالية الاقتصادية وبين الليبرالية السياسية. نظام نيوليبرالي اقتصادي ليس بالضرورة نظام ليبرالية سياسية. نموذج الصيني أحيانا تتجه نحو نيوليبرالية اقتصادية، وكثير من دول، يمكن أفضل نتحدث دول عربية، فتحت بشكل انفتاح متوحش في نيوليبرالية اقتصادية بسميها يعني اقتصاد العائلي، ريزون دو لا فامي، منطق العائلي، ولكن لم يواكبها، لا بل ذهبت في منحى معاكس فيما يتعلق بالليبرالية السياسية. من هون نجد نرى انه ايضا من الاشكاليات التي يجب ان نتحدث عنها ما ذكره فريد زكريا مرة بمقال very interesting، مثير للاهتمام، أنه في ديمقراطية ليبرالية ولكن في ديمقراطية غير ليبرالية، كما رأيناها كثير في حالات بعض حالات التغيير في العالم العربي، أنه أنا أنتخب لو خدت 51% بأخذ الطاولة كلها فأستطيع أن أمارس ما أريد أن أمارسه. هذه ديمقراطية غير ليبرالية، عدم الاعتراف بثقافة التنوع،
بحق التعبير عن الآخر. تصبح الديمقراطية ليست منظومة قيم ثقافية، إنما تصبح الديمقراطية في هذه الحالة مجرد آلية للوصول إلى السلطة. من يكسب نسبة ولو طفيفة أكثر يسيطر على كل شيء، فنبقى في المكان نفسه. ثم هنالك ملاحظة أخرى ضمن هالست ملاحظات بانعكاساتهم على المنطقة، وتحدث عن المنطقة والتفاعل، هي ما أسميه سرعة تدويل أزمات المنطقة. يعني كما نرى هنالك سرعة غريبة في تدويل الأزمات. لو نظرنا لكافة الأزمات نستطيع أن ندخل في كل أزمة ونتحدث ساعات، وشاءت ظروف ما بعرف إذا حظي أو لا حظي أنه واكبت من موقع مواقع في الماضي، سواء من ليبيا أو سوريا أو قبل ذلك العراق أو اليمن أو غيرها أو تونس طبعا أو مصر، شاهدنا سرعة تدويل التعامل مع هذه الأزمات بشكل كما لو أنه يعني أهل البيت هم يطلبون التدويل، يذهبون نحو التدويل. كنا نعتبر أنه مرحلة أولى يكون الحل عربي أو إقليمي، لكن طبيعة العلاقات التي أتحدث عنها بعد دقيقة تدل أنه فتحنا أوتوستراد نحو التدويل، فصرنا أسرى لهذا النوع من التدويل. لماذا أقول ذلك؟ أنا منذ أكثر من 7 سنوات أتحدث عن ما سميته فيما يتعلق نوم، أتحدث عن الإقليم، ما سميته نزع عروبة النظام الإقليمي العربي. يعني كنت في محاضرة، معلش أستشهد بنفسي، حكيت على Desarabization of the Arab Regional Order، نزع عروبة النظام، بمعنى صار في فراغ قوي وملأته قوة من خارج النظام، ملأته قوتان ذات appetite طعم امبراطوري عائدتان ايا كان موقفنا من هذه القوة او تركيا وايران. طبيعي انه يعني طبيعة بتكره الفراغ، فما بالكم بالطبيعة السياسية بتكره الفراغ اكثر، فما بالك اذا كان هنالك في جاذبية ايضا، لانه في خطاب عقائدي. يعني لم تأتي بالعسكر لتملأ، جاءت بخطاب، اذا جاءت بالسوفت باور، بقوة لينة لتملأ هذا الفراغ اللي عشناه في العشرية الاولى بالقرن 21. العشرية الأولى في القرن 21 لم يعد هنالك أي طرف أو مجموعة أطراف تقوم بدور كان معروف، دور ما نسميه قاطرة النظام العربي، المحدد الأساسي أو الوازن الأساسي في صنع الأجندة العربية. فهذا الفراغ سمح أو فتح الباب لعودة في تلك الفترة لمنطق إمبراطوري أو أبيتايت إمبراطوري لقوتين عائدتين، سميهم بأسمائهم الأصلية، فارسية وعثمانية، أيا كانت المسميات الجديدة طبعا أو المدركات الجديدة لهذه المسميات. هذا أيضا ساهم في أقلمة المشاكل وفي تدويل المشاكل دون أن يتم التوصل إلى تدويل للحلول. ما زلنا نتحدث منذ 5 سنوات على سبيل المثال في عدة مواقع وحوارات أنه المطلوب قبل الوروج إلى حل فعلي في سوريا طائف خارجي يليه طائف داخلي، أتحدث عن النموذج اللبناني، يعني Concert of Nations، مجموعة القوى التي تملك الأوراق في هذا الملف أن تصل إلى تفاهمات الحد الأدنى لتعطي إشارة خضراء أكثر من صفراء لحلفائها الداخليين بولوج طريق التسوية تحت هذا السقف. ما زلنا بعيدين عن ذلك. إذن هذا يدل على إلى أي مدى نبقى رهينة بأيدينا للأقلمة وللتدويل. ملاحظة تانية لابد في النظام الإقليمي من التوقف عندها، ما أسميه يعني سقوط قدسية الدولة، وهذه ظاهرة بعد نهاية الحرب الباردة. Territorial state، الدولة لم تعد مقدس. بالماضي كانت مقدسة ليس فقط ليس بالمفهوم الديني، لكن مقدسة بمفهوم توازنة القوى، يعني لا نمس، نتحرك في تغيير الدولة ولكن لا نمس بحدود الدولة. سقوط الصراع الدولي القديم سمح بالمس بحدود الدول، لم تعد تؤثر، لم يعد هناك الصراع الثنائي القطبي، فصار ممكن أن ندخل في هذا الأمر. فما نراه حاليا أنه كثير من الأنظمة أقوى من الدول في المنطقة العربية، إذا استثنينا الحالة المصرية بسبب عمق التاريخ الدولي، والحالة التونسية بسبب طبيعة التجربة المجتمعية التونسية منذ البرقيبية، يوم الأولى البرقيبية، نرى بقية الدول بالمشرق العربي تحديدا أو في آسيا العربية أنه قابلة مهددة للتفكك، ليس بالنتيجة قيام دول ذات علم وسفير، لكن قابلة لما أسميه حالي من شديد من الصوملة. تبقى الدولة أوفشور، يعني يبقى الدولة عندها علم وعندها سفير برا معترف به، لكن السفير يملك من الامتيازات في الخارج أكثر مما يملكه رئيسه في الداخل. يعني سلطة الأمر الواقع
الصومالة ظاهرة منتشرة في المنطقة العربية. إذا نحن اليوم أمام حالي يلعب الخارجي دور أساسي في دفعها ليس في خلقها. أنا ضد المنطق التآمري دائما أنه نحن بريئين وكل مؤامرة علينا. إذا اليوم مطروح مستقبل الدولة العربية، مستقبل الوحدة الترابية، ليس بالضرورة أن نذهب إلى النموذج السوداني أن تقام دول. نحن باتجاه حاليا تفريغ الدولة، ما أسميه نموذج الدولة الفاشلة أو تلك التي هي في طريقها للفشل، failing state. هذا نموذج منتشر نراه في العراق، نراه حيث نحن اليوم في لبنان، failing state، مش failed state لما نصل إلى المرة. وهنالك failed state كما رأيناه في أماكن. هذا الانتشار حامل الكثير من الاضطرابات، وحامل أيضا وداع أيضا لمزيد من التدخل الخارجي. هون في جدلية الخارجي والداخلي، الخارجي يغذي هذا الأمر والداخلي جاذب لهذا الأمر. إذا أردنا أن نوزع المسؤوليات قد لا تكون بالتوازي، لكن هنالك جاذبية للتدخل وهنالك تدخل يصادر هذه الصراعات لأسباب خارجية كما رأينا في سوريا. يعني منذ اليوم الثاني كما يقال تحول صراع داخلي إلى صراع إقليمي، تحول الصراع في سوريا إلى صراع حول سوريا، الصراع في سوريا تحول إلى صراع حول سوريا. إذن هنالك مخاطر على الدولة. البعض يتحدث أنه في الذكرى 100 لسايكس بيكو، أنا أشك أنه تقام دول، يعني يتم قيام دول على النموذج السوداني، لأنه لا يمكن تقسيم دولة دون تقسيم الأخرى في منطقة الهلال الخصيب على الأقل. ولكن الخطر هو تجويف الدولة وانتشار ظاهرة الدول الفاشلة أو تلك التي هي في طريقها للفشل، مما يزيد من التدخل الخارجي الذي يزيد من تعقيد الأمور هون. أنا أرى أن هنالك يعني الدور الخارجي ناشط في ثلاث أنواع من الحروب القائمة في المنطقة، وهي حروب متداخلة ومترابطة. هنالك حرب إقليمية باردة، فلنسمي الأشياء بأسمائها، بين إيران من جهة مع بعض الحلفاء، والسعودية وبعض الحلفاء أو الأكثرية العرب من جهة أخرى. هنالك حرب إقليمية باردة تذكرني بحرب الستينات، الحرب الباردة في الستينات، ولكن الفرق هذه المرة، خطورتها هذه المرة، أنه تحمل طابع هوياتي مذهبي. لا نغطي السماوات بالقبوات. في الماضي كان خلاف سياسي، اليوم للأسف يستفيد الكثيرون وهم ينكرون هذا الأمر من تعبئة بسبب فشل بناء الدولة الوطنية. يعني علينا أيضا أن ندرك أننا فشلنا في بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية. هذا الفشل أدى إلى انتشار هويات صغيرة، هويات عابرة للدول، هويات ما فوق الدولة، أيضا بعضها خائف من الأمس وبعضها خائف من اليوم وبعضها خائف على المستقبل، فتدخل في صراعات أو يدخل بعض باسمها في صراعات طالما ابتعدنا عن عنوان الدولة المدنية. فبالتالي هذا ما يزيد من مخاطر هذه الحرب الباردة الإقليمية. ثم هنالك أيضا حقيقة الأمر، هنالك حرب أهلية إقليمية. نحن نرى اليوم أن من يقوم بهذا الحرب أطراف غير الدولة أكثر من الدول، أحزاب وهيئات وفئات مسلحة، ميليشيات وأخرى، وهي تقاتل من بلد ببلد آخر تحت عناوين مختلفة. إذن نحن نعيش في فضاء، أو كما يقول أخواننا في المغرب، أو في 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 مسرح استراتيجي يمتد من اليمن إلى بيروت، أو دعني أقول من صنعاء إلى سرت، دعوني أقول من صنعاء إلى سرت، حيث يقاتل التونسي في سوريا، ويقاتل اليمني في لبنان، ويقاتل اللبناني في العراق، ويقاتل التونسي في ليبيا، والليبي هون. إذن هنالك حرب أهلية إقليمية إلى جانب الحرب الإقليمية. ثم هنالك أيضا حروب بالواسطة، وهذا أخطرها، تحصل في نطاق النزاعات. يعني مجمل الصراعات التي بدأت منذ اليوم الأول، الصراع في سوريا وحول سوريا بيشبه نوع من البناية، من عمارة، من كذا طابق من الصراعات. عندك الصراع على الأرض، دور الطابق الأرضي هو الصراع طبعا السوري السوري، ترتفع الدور الأول إذا شئتم لصراع صدام استراتيجيات بين سوريا، هي صراع تركي إيراني، ووراء أيضا غربي روسي، بين سوريا بوابة الباب العالي إلى المنطقة، وسوريا الجسر الإيراني البحر الأبيض المتوسط. في وظيفة الجسر وظيفة البوابة، في صراع بين الجسر والبوابة، ووراء القوى الإقليمية قوى خارجية، إلى صراع بعض عربي إيراني، إلى صراع ذات طابع مذهبي فلنسمي الأشياء بأسمائها، إلى صراع دولي أمريكي روسي. فالبدو يحل هذا المشكل أو يبدأ في الحل، عليه أن يكون في المصعد
ويتحرك من طابق إلى طابق. لا يمكن حل الصراع في طابق ونسيانه في تنهار عليه الطوابق الأخرى. يعني هذا مثال حول دور الأطراف غير الدولية أيضا التي تشجع من الخارج. نحن إذن أمام حالة نرى فيها أن الأنظمة في كثير من الحالات أقوى من الدول، الأنظمة أقوى من الدول، وانهيار الأنظمة قد يأخذ معه الدولة إلى حالة من الدولة الفاشلة. نرى أننا ملعب جاذب من جديد، يعني بعد ما تحدث الأمريكان عدة مرات أننا سنتقلنا إلى منطقة المحيط الهادي وانتهت أهمية الشرق الأوسط، عاد الشرق الأوسط للأسف لأسباب مؤسفة ليفرض نفسه كساحة الصراع الأساسية في العالم بين أوروبا وآسيا، بين ثلاث قارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا. عدنا إلى نقطة الصفر من حيث هو الجاذب الأول للصراعات وللتفاهمات في المنطقة، كما نرى في التفاهمات وفي تغيير التفاهمات أن ننتقل من صراع حول التغيير في سوريا إلى صراع يصبح التغيير غير ذي أهمية ويصبح الأهم محاربة داعش، أو بالنسبة لتركيا يصبح الخطر كردي فنتحول إلى موقع آخر وهلما جرى، أو نبادل بين موقف هنا وموقف هناك. في نهاية الأمر لأختم، أنا أعتقد مع وجود إدارة أمريكية جديدة، يعني لا أعتقد أنها ستأتي بنتائج ثورية على الأرض، لكنها ستؤدي إلى خربطات ثورية في البداية، ستؤدي إذن مزيد بالضبط مزيد من القلائل ومزيد من الكيوس. يعني نحن نعيش نظام فوضى إقليمية، نعيش نظام فوضى إقليمية لا توجد فيه قواعد حاكمة أو ناظمة أو سلوكيات حاكمة أو ناظمة، الكل مسموح به والكل مرغوب فيه والكل مقبول. المشكلة أيضا الأطراف الدولية مش موفرة سقف لمنع تصاعد هذه الصراعات، إنما تشارك به أو به بشكل أو بآخر. يعني بس أنتهي بالتذكير، إذا أخذنا مقولات ترامب سترون أنه غدا حيكون هنالك فعلا سامويل هانتنغتون كان معه حق، حندخل في حرب حضارات غرب ضد عالم إسلامي أيا كان، بالمقاول ألترا رياليزم، لست معني بما يحصل في الدول وفي التغيير، ولكن بالمقابل أريد أن أنقلب على الاتفاق مع إيران، أريد أن أنقلب على هذا وذاك. يعني كلها عناوين تخيف وتطفي شرعية على من يريد أيضا أن يقوم بتغيير معين أو باتجاه معين في المنطقة. فنحن ذاهبون في تقديري نحو مزيد من الاضطراب في هذا النظام إلى أن تستقر الأمور للأسف في الخارج قبل أن تبدأ عملية مسار استقرار في الداخل. ما أطول دكتور، شكرا جزيلا. شكرا. فينا نفتح باب النقاش مع يعني يكون في مراعاة للاختصار في طرح الأسئلة أو يعني المداخلات قبل الوصول للسؤال. يعني حتى نحرك شوي الجو، بتصور على ضوء الخاتمة يلي وصل لها دكتور حتي، بينطرح سؤال كبير انه بهيدي الفوضى الإقليمية القضية الفلسطينية وين؟ القضية الفلسطينية وين؟ يعني ترامب عم يوعدنا او في مؤشرات كتير واضحة انه بده يفلت عملية الاستيطان ويكرس قصة الاحتلال، والسفير الجديد بجاي على لحتى ينقلوا السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهذا طبعا يعني موضوع ملح جدا أنه نشوف لوين شو ممكن تكون نتائجه. يعني ممكن نعيد تفجير الانتفاضة مثلا على سبيل المثال. يعني المشكل، وشكرا أنك أثرت راحت السؤال لأنه كنت بدي أدخل على هذا الموضوع وحده، أنه منذ فترة نحن ب 31 أكتوبر الماضي، مش معقول واحد بتذكر، أكملنا ربع قرن من مؤتمر مدريد، وكأنه البارح 25 سنة من مؤتمر مدريد. وأنا أستطيع أن أذكر أو أذكر تفاصيل، يعني تفاصيل جد حتى شخصية. بعد مدريد، بعد أوسلو، تحولنا مباشرة، بعد أوسلو دخلنا بمرحلة التسوية الانتقالية والخطوة خطوة، لآخر التسعينات تحولنا إلى منطق إدارة النزاع وليس تسوية النزاع. يعني صرنا على الأقل 15 سنة ضمن منطق مراهم لإدارة وليست تسوية النزاع، منطقين متناقضين مع بعضهم، يلي هي صارت استراتيجية إسرائيلية، اللي هي استراتيجية إسرائيلية وقبول عربي ويعني استقالة فلسطينية
يعني أبسط الأمور لنتحدث بصراحة. في مثل كانوا يعلمونا بأول سنة علوم سياسية إنه واحد ما بيطلع من المطبخ إذا ما شعر بحرارة المطبخ، إذا ما رفعت الحرارة بالمطبخ ما بيطلع الطرف الثاني بالمطبخ. يعني هون معلش ما في الامترازة بالموضوع، إنه أنا عم بعمل هالشي تسيرك وأنت عندك منطق قانون، هيدي منيحة بأول سنة علوم سياسية إنه هذا منطق حق ومنطق قانون. ما هي الجزرة اللي عندك أو ما هي العصا اللي عندك بنهاية الأمر؟ نحن سلمنا الأمر ضمن نظرية 99% من الأوراق، كلنا صرنا سادات في هذا المنطق في هذه الولايات المتحدة، وعدنا في قاعة الانتظار كليا. ما حصل في المنطقة العربية همش الموضوع المسألة الفلسطينية بالواقع، وصار نزوره روتينيا، يعني مثل ما واحد بيزور بيروح على مزار هيك لأنه في تقليد بالعائلة على المزار نذكرها في قرارات كل فترة. إذا تاخذوا قرارات الجامعة العربية وأصر على كلامي معلش بتجربة عفو يعني، شيل التواريخ نفس الكلام نفس الكلام، ندين ونطالب ونناشد ونندد. ففي هذه المرحلة اليوم هنالك هذه المبادرة الفرنسية هدفها تحريك الموضوع وإعادة وضعه على الطاولة مجددا، لكن أن نضع الموضوع على الطاولة لا يكفي، بمعنى أنه هل نحن قادرين. يعني أنا أذكر معلش من تجربتي وزميلتي وصديقتي العزيزة كانت موجودة مع رفع الألقاب ليلى وقت مبادرة السلام العربية، مش عم نزيع سر، تأخذ مبادرة وجتنا تعليمات من بيروت يعني من القمة أنه بلغوها. كان ردي بسيط أنا مع عمر موسى، قلت له طيب بس أنه نحن منا سيلزمن أنه أنا روح لك شو هالمبادرة الحلوة، أنا مفروض يأتي، قلت له رأيي بكل تواضع، أن يأتي وفد، عم بعطي مثل بسيط، من ملوك ورؤساء مع أمين عام الجامعة، ملوك ورؤساء هذا بيسموه فوتينج وسيس فيت. لو جاء وفد من ملوك ورؤساء، وفد يشكل كل مرة كل عاصمة عدد معين يحمل علاقات خاصة، يأتي إلى هذه الدولة ويقول هذا هو البضاعة اللي احنا بدنا نبيعها، اسمحوا لي استعمل هذا التعبير، ما رأيك في هذا الأمر؟ هذا بيسموه بحد ذاته. وهذا الكلام يمكن نفس الشيء ليلى، أنا قالوا لي الفرنسيين نحن نشكرك أنك سلمتنا المبادرة بزيارة نص ساعة وشربنا قهوة، بس مش أنت بمعنى، يعني ماذا تقدم لي؟ يعني أين العصا التي تهزها؟ أو أين الجزر التي تقدمها في هذه المبادرة؟ أما تأتي وتزورني، فكان دائما خير مثال على الطلاق، طلاق الكاثوليكي، كيف في زواج كاثوليكي، في طلاق كاثوليكي بين القرارات المجتمع العربية والتنفيذ، في طلاق. أين عنصر القوة؟ ولا تحدث عن القوة العسكرية، أين عنصر القوة الدبلوماسية بمختلف أوراقها اللي استعملناها أو نستعملها للمضي في هذه المسألة وتلك. فهذه من سمات المسألة الفلسطينية، انه في حالة هيك كل مرة نذكرها بشكل دوري كل ست شهور في اجتماع وفقط، وهي بنهاية الامر مع الوقت سيصبح من الصعب اقامة دولتين، اقامة الدولة الفلسطينية، خيار الدولتين، فسنعود الى الخيار الاول ونعود الى المربع الاول. نحن ابتعدنا كثيرا على الاقل في 15 سنة الاخيرة، انتقلنا كليا من تسوية منطق تسوية النزاع الى منطق ادارة النزاع، وبالتالي حاليا هذه كلها أنا في تقديري مهدئات، هذه كلها مهدئات. عنوان ترامب ننقل السفارة أو لا ننقل السفارة، أنا أعتقد أنه لن ينقل السفارة ما يقال من هذا الكلام، لكن هذا أيضا كل ما يمر الوقت، الوقت ضد السلام، هذا كلام نكرره في 25 سنة الأخيرة وقبل، الوقت ضد السلام في المنطقة، وبالتالي إذا لم يكن هناك تجمع، الوضع الفلسطيني ليس في أفضل حالاته، وهو يشابه تقريبا في تسابق بين الوضعين الفلسطيني والعربي، معلش نتحدث بكل صراحة، في السوق، في قدرتنا على الإمساك بأوراق. إذن بنهاية الأمر سيبقى التشويه سيد الموقف، وسنبتعد عن التسوية اللي تصورناها من 25 سنة كنت عم بحكي بمدريد، يعني 25 سنة مرت كنا عم نتذكر مرة الماضي وشاركنا بعدة مؤتمرات، فابتعدنا كثيرا عن هذا المناخ ونعدنا إلى نقطة الصفر. إذن نحن بعيدين عن هذه عن تسوية هذه القضية المركزية، لا أتحدث فقط من منطق عاطفي أو وجداني أو قومي، أتحدث وأصر من منطق استراتيجي، لأن بنهاية الأمر صحيح هنالك حرائق عديدة اليوم تنسينا الحريق الأساسي، لكن إذا لم يتم إطفاء الحريق الأساسي ستعود بقية الحرائق للاشتعال، وكثير من سيستعمل يعني هذا العشب اليابس لإعادة إشعال الكثير من الحرائق في المنطقة. أنا لا أعتقد مع تقدير الأصدقائنا الفرنسيين محاولة لإعادة الموضوع على الفرانك بيرنر يعني لوضعه، ولكن شرط ضروري بالطبع لكنه غير كافي أبدا، وهذه ليست مسؤولية فرنسا، هذه مسؤولية عندنا أساسا عربية. ماذا فعلنا من 2002 منذ 24 سنة ونصف
منذ مؤتمر بيروت. مؤتمر بيروت كان لحظة فاصلة في شجاعة وعقلانية عربية على المستوى النظري لم تترجم إلى دبلوماسية. مشكلتنا دائما أن هنالك من سمات الدبلوماسية العربية المشتركة هنالك طلاق وأكررها كاثوليكي ما بين القرار المشترك وبين السياسات الوطنية. هي تذكير إعادة، هي مجرد كما ذكرت هي مجرد عفو، هي تذكير بهذا الموضوع. هلأ هولاند فعل لو في قرار متخذ في استمرارية بدول المؤسسية، ولكن الموضوع مش هون. الموضوع انه هل كان في جو، طبعا مضى المؤتمر كنا ندرك هذا الامر اللي عرفناه اليوم، يعني على سبيل المثال كل هذا الكلام اللي كان يهيأ. تذكري بسنة 2013 كنا نجتمع بالسفارة الامريكية بباريس، اجتماع امريكي عربي يعني، بس هي كان يتم بباريس للجميع اللي يفضل ان يجتمع بباريس، مش مضطرين نشرح للجميع يفضل ان يجتمع بباريس، لإعادة احياء الموضوع الفلسطيني، القضية الفلسطينية. ما تم هو تكرار لهذا الامر. بدت مشاكل في اوائل القرن العشرين مع ايران، انسحبت من ايران الان خايفة. صح. فاين نحن من هذا الامر يعني؟ كله غرب، بس احنا صحنا اتصادية مع الشرق الان. يعني صعود القوى الاقتصادية، احنا نلمي مصالحنا مع آسيا، احنا مصالحنا الاقتصادية صارت مع آسيا مش مع الغرب اغلبها. للأسف الدكتور وليد وانت ادرى عفوا انه في هذا الامر هنالك ما بعرف نوع من الثقافة السياسية العربية، رغم انه اذا شئت ان تقول انه يفترض انه الاتجاه السياسي يبني حاله على الحجم التبادل الاقتصادي في هذا المجال وتستفيد من هذا العلاقات، لكن ما زال للأسف وكرر عم بحكي كمجموعة عربية ليس بدولة معينة، ما زال هنالك هذا الانفصال بين الرهان انه نفتح علاقة مع آسيا ونستطيع ان نوظف هذه العلاقة في مجال سياسي معين، وهذا غير قائم للأسف. يعني شوف التعامل مع الصين، شو الاحتمال تعامل، مقابل انه يبقى الرهان بشكل حتى في اللاوعي السياسي العربي على الولايات المتحدة، ويبقى بشكل تاني حتى على أوروبا، وهذا خطأ. أنا معك في يعني أنت علاقاتك الاقتصادية نميت وتنمو مع آسيا أكثر، وهنالك بوتنشل أكبر مع آسيا وتتعرف أني أحسن شيء، ولكن لا نوظف هذه العلاقات في مجال سياسي. هل رأيت ما فيش توظيف في مجال سياسي؟ للأسف ما فيش توظيف كمجموعة عربية. أنا أتحدث الكل، قد تقول لهذه الدولة توظف في هذا المجال أو تلك، لكن لا يوجد يعني توجه، لا يوجد توجه نحو لنقول ليس أن نلغي الطرف الغربي سواء أمريكي أو أوروبي، ولكن أن نركز على علاقات تحمل نتائج سياسية لهذه، يعني جدلية الاقتصادي والسياسي بقدر ما ننمو اقتصاديا وترجمه سياسيا، بقدر ما أترجمه سياسيا أوظفه اقتصاديا. ما زال أيضا هذا الأمر منفصل للأسف. لماذا؟ لأنه أنا في تقديري لا توجد نظرة استراتيجية عربية لهذه الكتل، كيف نتعامل مع هذه الكتل. يعني شوف على سبيل المثال، بس بيضل اتجاه مهم اتجاه أكثر على الدولية، يعني اتجاه مهم جدا اليوم. يعني اليوم آسيا هي البايفوت، صارت مركز العالم، لكن للأسف إلى أي مدى، أنا عم بحكي من باب نقد، إلى أي مدى يتم توظيف هذا الأمر عربيا؟ لا يتم توظيف هذا الأمر عربيا. أنا شايف دخلنا خط مع آسيا لا يمكن التراجع عنه. لا، لن يكون هناك تراجع، بس هل وظفناه سياسيا؟ أنا هذا رأيي دكتور. هذا إنه لا دون شك أنا أذهب معك، مش هقول لك أكثر منك. يعني في ترند، في نمط بتطور اقتصادي واسع وقابل لمزيد من التطور الأسيوي الشرق أوسطي العربي دون شك، ولكن أين توظيفه سياسيا؟ لا يوظف سياسيا للأسف. لا نرى توظيف سياسي. يعني أعطيك مثال أبسط ربما من ذلك تاريخيا، كم الاستثمارات العربية عبر صناديق مختلفة في أفريقيا يعني كبير كتير، ولم تتم ترجمته سياسيا أيضا، لم تتم ترجمته سياسيا، فما بالك مع آسيا. يعني أنه بالطبع برجع أذهب، وأنت أنت أنت أدرى في الموضوع، أنه ترند الاتجاه نحو مزيد من التبادل الاقتصادي مع آسيا، لكن ما ترجمته سياسيا؟ ليترجم سياسيا يشترط أنك أنت تتصرف كطرف،
يعني هون الاتحاد الأوروبي يتصرف كطرف، أنت عربيا لا تتصرف كطرف توظف هذا الأمر في ذاك. ولنا تجربة مريرة في الماضي سواء مع الأوروبيين، حتى سواء مع الأوروبيين حيث فصلنا بين الاقتصاد وبين السياسي، وسواء مع الأفارقة أيضا في كثير من الحالات فصلنا بين الاقتصاد وبين السياسي، في الحين أنه كل الدول توظف الاقتصادي لمصلحة السياسي والسياسي يعيد توظيف نفسه في الاقتصادي. كيف تفسر هذه القطيعة؟ في تقديري بشكل مطلق أنه غياب رؤية متكاملة لموقع العربي ولأولويات عربية سواء باتجاه المحيط الأسيوي اللي هو البايفت حاليا في العالم شئنا أم أبينا، أو أيضا نحو العودة نحو أوروبا بشكل آخر، أو أيضا نحو العودة بشكل آخر أيضا مرة أخرى نحو المسرح الأفريقي. اليوم مهم جدا، أتحدث من مفهوم استراتيجي، طالما ما عندك أنت قدرة الطرف وعندك رؤية الطرف ورؤية أولويات لن تقوم بهذا الأمر للأسف يعني. سوري تفضل. أبلاك تفضل تفضل. بس الدكتور حتى فين؟ علي علي صوتك. علي ميكروفون. هذا تعملك. عنده خلاص. بس الدكتور بدي علي على موضوع على عبارة استخدمها. صوتك لو سمحت. فتح عندك؟ أوكي. بس. أنا بعيدة جوا مش مشكلة. أنا بعيد السؤال. بس كنت بدي علي على عبارة قلتها بأنه الوقت لا يخدم السلام، عم نحكي بالشرق الأوسط. إيه. بس دكتور بموضوع متغير الدولة. يعني نحن بسنة 2011 اجت إدارة أوباما وقالت أنه أنا هعمل سياسة لإعادة التوازن نحو آسيا وتوجهت نحو آسيا. خلال الفترة اللي حاولت فيها هي تعمل على يعني ضبط النفوذ الصيني اللي عم توسع بهذيك المرحلة. بال 2015 لما عملت إعادة تقويم لها السياسة بيّن مع أنه التحولات على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد العسكري لم تخدم أهدافها. يعني على الصعيد الاقتصادي ترامب لما أجى عم بحدد سياسته بالمئة يوم الأول قال انه انا بدي انسحب من الشراكه عبر المحيط الهادئ، وهذه الخطوه وان كان عملها باستعراض اعلامي انما هي خطوه الى الوراء لانه تفتح المجال امام العديد من المشاريع الصينيه 100% هي بالحزام الاقتصادي 100% على الصعيد العسكري التحدي وحامله تناقضات مليئه بالتناقضات عفوا، والكوري الشمالي التحدي اللي وصل اللي كان قائم ولا يزال الى الان، مضاف له سياسه رابع التدخل المضاد اللي بتطبقها الصين باتجاه منطقه تايوان وهذيك المناطق اللي هي هلا مليئه بالتوترات ببحر الصين الجنوبي، موضوع الحكم القانوني اللي صدر باتجاه الفلبين ضد الصين مؤخرا، كله بورجينا انه في اختلاف بالاجندات ما بين القوى الكبرى وما بين نحن عندنا في الشرق الاوسط. يعني هذه القوى الكبرى اليوم تتصارع في هذه المنطقه، وبالتالي نحن اكيد حنكون في صاله الانتظار، هذا على الصعيد الدولي. على الصعيد الاقليمي دكتور نحن لما نجي نتطلع بنشوف انه روسيا عم تسعى لامتلاك اوراق بعده مناطق، يعني بليبيا قوات حفتر وارتباطات لروسيا، عوده اوروبا الشرقيه نعم بمصر وصفقات السلاح، وحتى الاتفاق على ميناء في الاسكندريه وميناء في طرطوس، هي صرنا في ميناءين اثنين بالشرق المتوسط. فاذا نحن امام مسعى روسي لامتلاك اوراق في الشرق الاوسط، بس ايضا هو عنده ازمات بجواره الاقليمي الجوار القريب، يعني اوكرانيا واليوم نشر صواريخ اس 400 بالقرم، مش لأنه والله بسوريا صار في شو تطور رحوا نشرون بالقرم، إنما لأنه في تجمع ببولندا وفي غيره وفي صواريخ ساد بكوريا الجنوبية. فأنا سؤالي إذا هذا المتغير الإقليمي وضعنا نحن أيضا بمجال الانتظار والتغير الدولي حطتنا مجال الانتظار، نحن أي تحول ناطرين؟ هل نحن رايحين نحو اشتداد هذه الأزمات اللي نحن نعيشها، أو نحن رايحين نحو تجميد هذه الأزمات؟ يعني أنا في رأيي هناك تسابق بس عجيب ما بين إدارة الأزمات واحتوائها على مستوى معين مقبول من التوتر، مقبول من التوتر يعني كما الموضوع الفلسطيني متدني. إيه متدني توتر. مستوى متدني من التوتر إلى أن تحل أزمات أخرى حيث أولوياتها. من نهاية الأمر أي قوة كبرى أو متوسطة تذهب إلى حيث هنالك حرارة ضاغطة عليها إذا استطاعت أن تتعايش الشرق. يعني حتى شوف الملف السوري لو سحبت منه مسألة داعش صار بديهي، لم يعد قضية أساسية يعني محتوى على يتم احتوائه على مستوى معين. يبقى الصراع كما ذكرت في المحيط الأسيوي، يبقى الصراع الأساسي، لكن محاولة في لحظة من لحظات أمريكا أن تعتبر أنه انتهت ملفات الشرق الأوسط قبل ما يصير الربيع العربي وتتفجر بشكل أو بآخر الأمور وانتقلنا إلى المسرح الآخر، التطورات اللي حصلت في المنطقة أعادت فرض حالة. لأنه أنت اليوم بالنسبة للأوروبيين، أن ترى اليوم الأوروبيين مصدر تهديد لهم أساسي اليوم تصدير اللاجئين وتصدير الإرهاب. إذا تتحدث مع مسؤول أوروبي اليوم ما بقى عم يتحدث، صار طرف فكري
وأصر على طرف فكري أن تتحدث عن نظام أكثر تمثيلا وتشاركية وهذا الكلام. اليوم بيقول لك أنت في عندي بحر متوسط أمامي في حدود من جهة تانية مصدرة للمهجرين، مش مهاجرين، مهجرين ولا مش لاجئين، مهجرين بظروف حرب، وأيضا إلى إرهاب. فهذا يفرض أن تتعامل بالنسبة له مع هذا الملف. أنا في تقدير القصور أنك لا عم تتعامل مع نتائج مش عم تتعامل مع الأساس، ولكن منشغلين في صراعات أخرى. يعني هنالك صراع يعود اليوم في أوروبا الشرقية، هنالك الصراع في البايفوت الأسيوي لم ينتهي. فالأزمات عم تدار عنا ضمن ما يسمى الحد الأدنى. اليوم بالنسبة القضية الفلسطينية إذا بدك تأخذ على معيار الاشتعال هي أقل خطورة من الأزمة السورية واليمنية والعراق وليبيا. أنت اليوم إذا تسأل الأوروبيين المتوسطيين، أنا كنت سفير في روما، الطليان بيناموا بيقوموا عندهم ليبيا ممر من أفريقيا، عندهم موضوع بيقوموا بيناموا كل يوم بيجيبوك على الخارجية ليحكوا بالموضوع الليبي. موضوع الفلسطيني سوري موضوع نظري أنه بنحكي فيه وحلو ولازم يكون عندهم دولة، خلص الوقت خلينا نحكي على الموضوع الجدي بقى. نفس الشيء حاليا بفرنسا هلأ وغير فرنسا، بنعرف كثير ما أين كانوا. اليوم لانتيز المشكلة الأساسية أنه هذه منطقة مصدرة للإرهاب، فكيف سأعالج هالمشكلة؟ أما أي نظام حيركب عندهم هذه مشكلتهم بعدين، أي نظام حيركب عندهم، رغم إذا بدك تدخل في الناحية أنه في تركيبة أنظمة معينة هي تفرز هذا الوضع، هذا متفقين عليه، بس هذا بالنسبة لنا. فتغيرت الأولويات دون أن تحمل هذا التغيير أنك ستقوم بمعالجة المسببات والجذور بشكل أفضل عندهم، يعني مش عندنا. هذا المشكلة اللي احنا فيه. بس سؤال جزء بعد بليز بخصوص الجمعيات، يعني احنا اليوم عمال نحكي بالشرق الأوسط، بالشرق الأوسط دخل العنصر جماعات متطرفة ما عدنا نعرف أسماء قد ما كتروا. إلى اليوم نحن شايفين كله صار جاي بيقول إنه نحن جايين نحاربهم، الأمريكان عملوا حملة، الروس عملوا حملة وإلى ما هنالك، ولكن إلى اليوم هذه القوة اللي بعدها عم بتصير فعلي أكثر فأكثر في الشرق الأوسط بعدها ما شفناها عم تتراجع. فهل ترى إنه العمل اللي عم بيتم هو من أجل جعل هذا الخطر ممكن إدارته ولا من أجل القضاء عليه؟ يعني شوف دون شك ما مش عم أقول أنت ما بدي أدخل بمنطقة تآمر استفاد منه البعض في لحظات معينة ودفع ثمن كتير. خير مثال على ذلك الورقة، يعني الدور التركي في لحظة من اللحظات، في كثير لم يقرأوا لم يتذكروا تجارب أفغانستان وطالبان، ولم يتذكروا تجربة العراق ونسيوا تجربة ليبيا. اليوم ما هو حاصل أنا في رأيي أنه مع التقدم الحاصل على الأرض ضد داعش في الموصل وربما غدا أسهل في الرقة، ستتحول داعش في استراتيجيتها إلى استراتيجية القاعدة. بمعنى داعش انطلقت من territorial bases، إقامة قاعدة. داعش استراتيجيتها إقامة قاعدة جغرافية territorial. عندما تتآكل، إذا عم بتلاحظ كل ما تتآكل هذه القاعدة تعود إلى ما أسميه الدولية الجهادية، الانترناسيوناليزم جهاديست، العمليات الخارجية. لأنه كل ما أضعف في قاعدتي إقامة دولة الأمة أتحرك بمنطق القاعدة. فأنا ما أنتظر نحو مزيد من أنه داعش تتحول إلى قاعدة بعد أن خسرت أو هي في طريق تآكل وقضم قاعدتها المادية الأرضية. دكتور تفضل. دكتور العزيز، يعني قد لا يختلف معك كل من هو موجود هنا في التوصيف، وشخصيا من أكثر من شهرين يعني شاركت عدة ندوات نفس التوصيف نفس الكلام، يعني مما يعيد التذكير باللي قلته الترف الفكري لدى المثقفين. يعني يعني حضرنا ندوة حول ساكس بيكول جديدة، ندوة حول الصراع السني الشيعي، ندوة حول تركيا إلى أين، ندوة القريبة على مصر إلى أين، عزمنا نحضر معه السنورة وجماعته يوم الجمعة عبد النبي يحكي عن انكسارات عربية، انكسارات بالكارنيجي تأجلت إلى الجمعة. كانت تقرير طبعاً تقرير الكارنيجي. يعني هذا الكم من الكلام، يعني ما بدي أرجع لليمين من العمل بس بوجي السنتين زرايب، أنه طيب أين دور الثقافة والمثقفين؟ يعني عم نوصف بس ما في مسؤولية. يعني عندما
حدثت هذه الانتفاضات العربية 2011 بين أنه كل المثقفين العرب لا علاقة لهم بما يجري على الأرض، غائبين أو مغيبين، لم أحد يتوقع هذه الانتفاضات. هلا فيما بعد كيف تبدلت وتحولت ومن حاول يركب الموجة ويعربش ويأخذ اتجاهات مختلفة فالموضوع تاني. فعمليا أنه طيب إذا كان الوضع العربي بهذه الدرجة من السوء، السؤال الأساسي من المسؤول؟ هل الطبقة الحاكمة؟ يبدو لي الطبقة الحاكمة أكيد مسؤولة كلها عن اعتراف فيها، بس الطبقات الحاكمة مرتاحة إلى الوضع العربي لأنه ليست هناك قوى تغيير. صحيح. فمين بده يغير هذه الأنظمة؟ بعد ما سقطوا بالهبروجي ب 2011 ثلاث أربع رؤساء عرب، الباقي كله شرشوا لم يتحرك أي رئيس فيما بعد، وحتى اللي على طريق الوفاة في الجزائر بعده راكب. عمليا هذه الدرجة من السوء والانحطاط الاقتصادي والدمار الاقتصادي والمشاكل النفسية والوضع الاجتماعي السيء والتدني منسوب الطبقات الفقيرة إلى آخره، يعني عنا كم هائل. طيب وأين المثقفون؟ خلونا نحكي شوي، هل لدينا مسؤولية أم لا؟ إذا استمرت هذه الطبقات بهذه الطريقة من يدفع الثمن؟ أنا في اعتقادي أكثر من يدفع الثمن هم المثقفون. إذا جاءت أنظمة أسوأ مما هو قائم الآن، أول ما تقوم به تحت ستار ديني، تحت ستار عصبوي عرقي، سمي البدكية، أكثر من يدفع الثمن في الأزمات هم المثقفون. وبالتالي أولى بهؤلاء المثقفين أن يتنادوا. إذا وضع برنامج محاولة تغيير، محاولة الخروج من هذا التأييس، صار انكسارات وكذا، في إمكانية تصدي، في إمكانية نهوض، في إمكانيات كثيرة واحد يبحث عنها حتى ما تدخل اليأس إلى نفوس الناس. يعني بنفس الكلام ونفس التوليفات ونفس الطرف الفكري، أنا بعتقد يكفي. فهي رأيت تكون الندوات لها توجه دائما في آخر كل ندب ما العمل، يطلع الواحد بعض الشغلات اللي على الأقل بتزيل شوي من هذا السواد الكبير. شكرا. يعني بقدر ما ضروري التشخيص، واتفق معك في النتيجة، بس تشخيص الصحيح، لأنه أيضا كثير من المثقفين لا بس كثير من أيضا المثقفين لعبوا دور بالاتجاه الآخر، مثل ما بتعرف إما مثقف وأسوأ ولكن في نهاية الأمر أنا أتفق معك بشيء أساسي، أنه دائما وهي يمكن غائبة عن ثقافتنا السياسية بشكل عام المنطقة العربية، أنه ما العمل، أنه طيب تعالوا نطرح يعني رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، تعالوا نطرح ما يمكن القيام به. في استقالة حتى باللاوعي أحيانا، أنه تقع في موقف المتفرج، أنا مع التحليل اليومي إذا شئت والمتابعة اليومية، أو ما في أمل، أو ما في على مستوى الأبحاث المنظرية ليست هناك أبحاث على مستوى خطورة المرحلة، ولا في أبحاث لا توجه المستقبلي أنه كيف ممكن الخروج من هذا الأزمة. هذا السؤال. وهذه طب انا معك انه هيدي مسؤوليه المثقف العربي، خلينا نسمي الاشياء باسمائها بدرجه اولى، ان بقدر ما 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 يحاول ان يتلمس اسباب العلل، بقدر ايضا ما عليه مسؤوليه على الاقل ادبيه اخلاقيه ان يقدم بعض المقترحات ويكون عملي. انه بنرجع نقول بيعلي السقف ما بيمشي، على الاقل بعض المقترحات العمليه، وهذا دور بصراحه المجتمع المدني. يعني كنا عم نحكي، شوف التجربه التونسيه حقيقه تجربه جد مهمه، انه عندما ترى انه عندك تراكم تجربه تاريخيه للمجتمع المدني، كيف المجتمع المدني يحمي مكتسباته، يحمي مكتسبات أساسية قد لا يكون نجح 100%، بس عندما تقارن الحالة التونسية مع حالات أخرى، هون يأتي دور الوعي المجتمعي وتراكم التجربة التاريخية في اتجاه معين
والعصراني في اتجاه معين ودور المثقف في اتجاه معين، تحمي المؤسسات، تبقي الصراع ضمن أطر مؤسساتية ظاهرة صحية، أن يكون هناك صراع ما فيك تلغي أن يبقى في هذه الأطر. فياريت أن يكون هذا نموذج ليس المثالي، ما فيش مثالي، بس عندما تقارن ب يعني في حالات معينة ما بعد الثورات العربية صار الوضع أسوأ في بعض الدول مما كان عليها من قبل، فأين دور المثقف؟ أنا أضم صوتي لصوتك يعني وأشاركك، مش هقول التأسف بس أيضا البحث عن ما يمكن أن يطرح. يعني مثلا من الأسئلة، عفوا، اليوم كنا عم نحكي دكتور وليد مرة الماضي وقتنا أنه اليوم في عندك قنبلة ديمغرافية خطيرة في المنطقة العربية، قد تكون هذه القنبلة بركة للوطن العربي اللي هي القنبلة الشبابية. يعني احنا عندنا أعلى نسبة شباب في 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 مختلف الأقاليم في العالم. طيب ايه شباب وبطالي، شكرا، وهذا اللي بدي اكمل، واعلى نسبه بطالي شبابيه بالضبط. هلا التقرير الاخير عندي اعلن اليوم، بس بدي طبعا بس بدي اذكر بشيء، انا اذكر معلش اذكر مثل في احدى الزيارات في التسعينات للجزائر، في عندهم تعبير اخواننا الجزائريين فرانكو اراب اسمه حيتيست، يعني حيتيست بيوقف على الحيط بيسند الحيط كل النهار، حيث يحلم شاب متعلم أنهى دراسته حتى لو الموضوع مش مادي، وهو عادة مادي، هو معنوي، يعني أين استقلاليته الذاتية تجاه عائلته تجاه كذا، فيحلم. وكنا نقول بصراحة، أنا كان تعليقي بكل بساطة، من لا يستطيع أن يهاجر بالجغرافيا يهاجر في التاريخ. هذا الواقع كان، من لا يهاجر بالجغرافيا بحثاً عن عمل بحثاً عن كرامة، وعادة مش حيلاقيها، ما أقصد الكرامة الاقتصادية اللي تأتي. هيدي مشكلة، يعني ما هو الحل لهذه الطاقات الشبابية واللي عنا أعلى نسبة بطالي، عنا أعلى نسبة بطالي شبابية في العالم وأعلى نسبة شباب في الهرم الديمغرافي في العالم. فهيدي أيضا يضعك على مفترق طرق، أن تتحول قنبلة إلى قوة ضاربة لك أو أن تنفجر بين يديك لا سمح الله. عفوا دكتور نجيب تفضل. ملاحظة سريعة، إنه إذا اعتبرنا إنه الوضع العربي الراهن هو جاي في سياق أزمي لمشروع قيادي للنظام العربي اللي بدأ مع السبعينات مع انكسار المشروع الوطني الناصر، هلأ مسألة البترول هلأ وعائدات البترول اتجاهاتها نحو التدني، فشو برأيك يعني ممكن يعني يجر بالنسبة للمستقبل؟ هل هذا إيجابي على صعيد يعني تلمس مشروع نهضة جديد أم بالعكس؟ موضوع يعني أعتبره محايد، كيف تستعمل هذه الورقة أنت؟ كيف تستعمل هذه الورقة؟ في أي اتجاه تستعمل وتوظف هذه الورقة؟ يعني أنت عندك قدرات اقتصادية، كيف توظفها؟ هل توظفها في مشروع معين؟ هذا يعني أنا أعتقد أستاذي أنه أعتقد، ولا أريد أن أدخل في التشاؤم والتفاؤل، بس على الأقل علينا أن نوصف بشكل صحيح قبل أن نتحرك، مثل ما قال أخ عزيزي أنه اليوم نحن نعيش حالة من التبعثر والتفكك لم نراها من قبل، نعيش حالة من على المستوى المنظومة العربية حالة من التبعثر والتفكك لم نراها من قبل. فقبل أن توظف النفط أو توظف غير النفط في مشروع معين، عليك أن تقول ابدأ بالمثقفين، ما هو المشروع الذي تريد أن تطرحه حتى يأتي هذا التوظيف في هذا السياق. يعني المال سواء مال نفطي أو غير نفطي بحد ذاته هو عنصر محايد، ليس هو، وقد يكون عنصر سيء إذا ما أسيء استعماله أو إيجابي. السؤال لا مش هو السؤال، أنا بعرف أنه طيب شو السؤال؟ إنه كيف الاستعمال اللي صار من قبل دول محددة هلأ، يعني نمط من استعمال البترول من هالدول بده أثر عليها، وبالتالي كيف بده أثر على مستقبل النظام العربي؟ دون شك، يعني ما نراه من تأثيرات ما نراه من تأثيرات هو نحو هذا مجال بلو نحو مزيد من التفكك، يعني نراه من تأثيرات نحو يعني لا أنا أرى وأرجع أن أكون مخطئا، أنه نحن كما كل العوامل والمؤشرات تدل في الصراعات وغرق في الصراعات، يعني صار في عندك كذا فيتنام لكذا دولة عربية في المنطقة العربية نغرق فيها. نحن سائرين كما ذكرت هنالك نظام فوضى إقليمية، لم تعد هنالك قواعد لإدارة العلاقات،
يعني اليوم الخلافات شيء طبيعي، ظاهرة طبيعية وظاهرة صحية وظاهرة ما فيها نلغيها، لكن هناك عدد في قواعد وضوابط لإدارة الخلافات. أنا أعطيك مثال بسيط، أنه في التسعينات مثلا كان في عندك تفاهم ثلاثي سمي بقاطرة النظام العربي، تفاهم مصري سعودي سوري كما تذكرون، سمي لم يكن هناك تحالف، لكن ما هي أولوياتك لا أمس بها، ما هي أولوياتي لا تمس بها، ثم نعمل في المجال المشترك. فنحن لسنا حتى حاليا في مرحلة وجود هذه التفاهمات لقادرة أن تضع برنامج وتحرك النظام. لذلك قلت أنه أنا من 10 سنوات للأسف رأيي أنه نزعت العروبة السياسية، بمعنى مش هويتك الانتماء الثقافي، أو بمفهوم أنه لم يعد هنالك قاطرة عربية للمنظومة العربية، اندثرت المنظومة العربية في إطار أوسع تحت عناوين عقائدية واستراتيجية مختلفة. نحن ابتعدنا، لذلك لست كثير التفاؤل في هذه المرحلة. تفضل. شو يقول؟ أنت ذكرت في ملاحظة سريعة أن أس الأزمة يعود إلى فشل البلاد العربية في تكوين دولة وطنية، دولة وطنية ديمقراطية إلى آخره. أظن هذه الملاحظة موجودة وعشناها بكيفية ملموسة منذ هزيمة 67. أنت ذكرت 25 سنة على أصله. أنا أذكر والذين عاشوا أزمة أو هزيمة 67 يذكرون أننا تيقنا كمثقفين كمواطنين أن هذه الأنظمة هي ضد شعوبها. طيب، ليس صحيحا أن المثقفين لم يتحركوا. أنا أتعجب أن مؤرخينا لم يتوقفوا للتأريخ للمثقفين، لعدد المثقفين الذين قتلوا أو سجنوا أو شردوا أو التجأوا إلى المنافي. هذه نقطة غائبة، بمعنى أن هؤلاء المثقفين قالوا كل ما يجب أن يقال، قالوا من قبل. ما هي الأزمة؟ هي أن هذه الأنظمة منذ الاستقلالات، منذ أكثر من 60 سنة، تعمل ضد شعوبها. إذن إذا كنا نريد أن نصبح رقما له حساب عندما نحلل توازنات، يجب أن نشيد أولا مجتمعا ديمقراطيا يحترم الإنسان ويحترم الوطن. هذه المشكلة. ولذلك في تحليلك لهذه التحولات لا يمكن أن نعد النظام العربي أو الأنظمة العربية كعنصر موجود، هو عنصر غائب ويستعمل. يعني كان له وجود، شبه وجود، عندما كان عبد الناصر متحالف والسوريين كانوا متحالفين مع الاتحاد السوفيتي. الآن روسيا تعود لاستعمالهما بطريقة ترضيها في المنطقة، وليست هناك إرادة. يعني عندما نقول، أنا خيل إليك أنك متفائل بعض الشيء، تقول لو أننا لا حياة لن تنادي. لا، لست متفائل مع جوابتي. لا حياة، أنا متشائم الله يرحمه حبيبي. فالمثقفون كما تعلم دكتور مسعود لا يغيرون المجتمع. المثقفون يمكن أن يفكروا، أن يؤشروا على طريق التحويل، ولكن قوة، أشرت إلى قوة الشباب، إلى قوة المجتمع. نحن في وضعية انحصار، بلوكاج توتال، وهذا هو الاجتماعي. يعني مش أن نقترح يجب كذا، هذا لا يجدي. هناك أزمة أعمق من هذا وتعود إلى بعيد. يعني أنا أعتقد ربما بشكل سريع أنه يعني هنالك حاجة لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن. في الدول العربية في غياب لعقد اجتماعي، يعني عليك في قوى جديدة دخلت على الساحة، شبابية وغير شبابية، وقوى اجتماعية جديدة، فأنت بحاجة لعقد اجتماعي جديد يؤسس بالضبط يؤسس شرعية السلطة. يعني شوف الجمهوريات العربية، يعني نحن نرى شيء ربما ضد ما نتمناه أكثرتنا، إنه الملكيات عندها مشروعية تقليدية، جمهوريات البعض جمهوريات حاملة عناوين ثوروية واشتراكية، صارت جمهوريات ملكية، صارت جملوكيات مثل ما قال أخونا سعد الدين إبراهيم، إنه بنهاية الأمر ما يعني ما هي القاعدة الشرعية السياسية لهذه الجمهوريات؟ سياسية للسلط، قوة. حلوة هيدي. بدي أسألك دكتور نصيف،
انهيار النظام العربي لصعود الاتفاقات العربية الأفضل السورية الاتفاقات العربية ووصلت له كيف الوضع اليوم تبع القوة السياسية في البلاد اللي عبرت عن قوى حقيقية مثلا مثل مصر مثل تونس اللي ما صار فيها العنف اللي صار. حرام نقارن المجتمع المدني التونسي مع السوري مشان لم يستعمل العنف الجنوني اللي استعمل بسوريا والحمد لله بتونس. بس شو بقي من القوى السياسيه المتواجده بمصر حتى بمصر بس مصر. شو بقي مشان نحكي اكثر عن مصر وشو بقي من القوى اللي قامت بهالانتفاضات اللي كانت جباره مش بالنظام بالنظام بنعرف شو صار بس على مستوى المجتمع المدني بالانثروبولوجي تبع المجتمع شو صار فيه. يعني ربما بس بدي اذكر بشيء طبعا بس تأكيدا في متغيرين أساسيين حالة التونسية والمصرية من جهة والحالات الأخرى. هون في دولة وطنية مستقرة مفهوم الدولة الوطنية قائم في ريفلكس الدولي وهذا شيء أساسي. مصر طبعا أكثر وبتونس خاصة مصر وبتونس أيضا ما يعني ما يعوض بعض الشيء تونس تجاه مصر إنه المجتمع المدني متقدم أكثر كمجتمع مدني. يعني في ثورة مجتمعية نعود إلى البرقبي وتمسك بمفاهيم معينة لم تستطع بعض التيارات التغييرية نحو مكان آخر أن تعيدها إلى الوراء فكان في رد فعل قوي. من هون بتشوف يعني في الحالة التونسية وجود مؤسسات مدنية ورسمية ووجود مفهوم الدولة المركزية وغياب هويات متقاتلة كما هو الحالات في المشرق هويات خائفة. يعني العقد الاجتماعي هون عقد اجتماعي اقتصادي سياسي وليس بحاجة لطمأنة بعض الهويات كلها كانت عناصر مساعدة في ضبط الموضوع وإبقائه ضمن قواعد معينة ودفع طرفين رئيسيين للتفاهم. يعني الطرفين الإسلامي والدستوري سابقا اللي هو رئيس جمهورية حاليا عم يلعبوا ضمن قواعد في توترات لكن توترات ممسوكة وضمن سياق اللعبة القائمة مع الخطر اللي يتعدد أنه الوضع الليبي قريب منهم والوضع الإرهابي القريب منهم. لكن اللعبة هون مدارة مع وجود تأزم اقتصادي حقيقي قد يطيح ببعض المكتسبات ويشجع على التطرف بسبب التهميش الحاصل. الوضع المصري للأسف ليس مثل الوضع التونسي. يعني هنالك خيبات أمل أكثر عند القوى التغييرية من ما أصاب القوى التغييرية في تونس. يعني تونس بقى مجتمع مدني يحكم مدنيا بتفاهم قائم. يعني أنا أسمي اللقاء السبسي مع أخونا غنوشي في باريس لقاء مشروع عقد اجتماعي سميه زبدك بين طرفين أساسيين. ماذا هلأ طبعا في التكتيك سياسي ولعب سياسي لكن ضمن قواعد مستقرة. ما في نموذج مثالي بس هذا نموذج سبب نجاح هذا النموذج عنصرين مرة أخرى إن هنالك دولة مكتملة تاريخيا موجودة الدولة وأيضا ما في مكونات هوياتية لم تدخل في عقد اجتماعي عبر الزمان فكان من السهل مع تراجع كل فكر مدني أو علماني إخافتها من الآخر وتحريكها ضد الآخر. الحالة المصرية عمق الدولة والمؤسسة الدولة لم يوازيها تطور مجتمع مدني عبر الزمان وعبر المكان. لكن تبقى الحالتان أفضل لأنه أيضا ما في مطامع جيوسياسية قادرة مهما يكون أهمية مصر بس ما قادر تتدخل فيها كما هي الحالة اللي تمتد من صنعاء إلى صور. يعني كما أقول من المي إلى المي وضع جاذب للتدخل لأنه الضعف والترهل والتفكك جاذب كما هي الحالة الليبية. يعني أذكر في نقاشات كثيرة في الماضي عندما كان يتم الحديث عن state reconstruction بليبيا كنا نقول لا state construction بناء الدولة وليس إعادة بناء الدولة لأنه الأخ العقيد كان عامل صحرة سياسية ما فيش إعادة بناء في بناء دولة من تحزب خان صح ضمن تحت عنوان مؤتمر الأحزاب والقوى العربية بس لكن فهيدي عنصرين أساسيين يجعلان الحالة التونسية نموذجية تجاه الحالات الأخرى بسبب هذه العناصر فعلا أو متغيرات جد أساسية غير موجودة في الحالات الأخرى لا نراها موجودة لذلك يعني ما بدأ داخليا كان من السهل أن يفتح الباب للتدخل الخارجي في الحالة اليمنية أو عراقية أو سورية أو كما نرى في لبنان. يعني هنالك حالة لبناني عنيفة في المنطقة
أنا ما أسميها لبنان عنيفة في المنطقة. وبنهاية الأمر قد نأتي إلى لبنانة الحل حيث هنالك مكونات مختلفة. ما كنا نلعنه كنموذج كما يقول كان تشرشل الديمقراطية أسوأ الأنظمة باستثناء الأنظمة الأخرى، ما كنا نلعنه كنموذج ديمقراطية التوافقية الطوائفية، عدنا لنسمي الأشياء بأسمائها. مش بدنا شو نحن منفكر مثقفين بأحلامنا، من هو على الأرض يفكر في هويات متناقضة خائفة ومخيفة لبعضها البعض الآخر. هذا أول درس، أنه فشلنا في الماضي في بناء هوية وطنية إذا دخلنا ما دون طبقة معينة تحديثية. وهذا يطرح سؤال نحو عقد اجتماعي جديد. هون برجع اللي عم تقوله دكتور، أنه هون دور المثقف أن توعي نحو عقد مدني يعني. وبالتالي وإلا سنبقى ضمن حالة من الفراجمنتيشن، من الصوملة الداخلية القائمة، إذا لم تقم على الأرض فقائمة في الفكر وفي الذهن. فضل. صوتك لو سمح علي علي بس مشان بالنسبة للقضية الفلسطينية. بالنسبة للقضية الفلسطينية قلت أنه انتهى موضوع الدولتين، وصحيح يعني نقترب من انتهاء ونهاية السلام والعودة إلى نقطة الصفر. يعني في حرب، نحن بالسبعة وستين عشناها كلياتنا هون. السبعة وستين كانت أول هزائم الدول العربية، احتلال بيروت كانت البداية لأول احتلال عاصمة عربية بالعهد الحديث. بعد العراق احتل الكويت، صارت قصة بوسنيا، كل واحد صار بيفكر انه بيقدر يحتل ويعمل اللي بده. وصلنا لهون هلأ مع نهاية حل الدولتين رح يصير في حرب. قلت نهاية السلام انتهى، يعني ما بدي اقول انا انتهت حل الدولتين، بس مين رح يعمل الحرب؟ لانه بعد احتلال بيروت بالسبعة وستين طلع كان في الماركسية وكان في الثورجية كلياتهم ومثقفين يلي ماتوا على عم بيحاربوا يعني. كمان هلأ بعد احتلال بيروت عنا الموجة الدينية، وهلأ عم تتفشى بقى. مين بده يقود هالحرب إذا رح يكون في حرب؟ لا أنا لا أقول أنه في حرب، يعني أنا ما قلت أنه أولا الحروب الكلاسيكية أعتقد عرب إسرائيل انتهت، يعني حروب دولة مع دولة، حروب أسيماتريكال غير متوازنة ما بين قد تقوم بها إسرائيل وترد عليها مقاومة هنا أو هناك لو حصل هذا الأمر. أقول نقترب من انتهاء الظروف الحقيقية لقيام دولتين. يعني من 4-5 سنوات، وبرجع زميلتي العزيزة بتتذكر صدر تقرير عن البرلمان الفرنسي، الأسامبلي ناسيونال الفرنسي، على الوضع المائي في العالم. في فصل منه مش نحن كتبناه، مش العرب كتبوا ولا الفلسطينيين، 70% من المصادر الجوفية، 70-75% من المصادر الجوفية في الضفة الغربية أخذتها إسرائيل. قل لي بقى كيف بدك تقيم، إذا بدك تعمل دولة تكون دولة على ورق يعني في نهاية الأمر. إذا 75% من المصادر الجوفية احتلتها إسرائيل، يعني يأتي مستوطن بيعمل بيسين ليتشمس والفلسطيني ما بيشرب، وأهم ما يشرب، عفوا نحن هلأ بلبنان مش عم نشرب، عم نشرب مي، ما بيقدر يزرع وما بيقدر يزرع، ما يقضب أرضه. يعني نحن نقترب بظروف موضوعية نحو أن تصبح فكرة الدولة الفلسطينية هشي من هذه الظروف، يعني حتى لو اتخذ قرار فيها. أنا ما أعتقد إذا لم نذهب نحو الدولة، ونحن بعيدين عن التسوية حاليا، بعيدين كل البعد عن التسوية إلا في الخطابات، قد تتكرر الظاهرة الفرنسية، قد نرى غدا مقاربات أخرى، تطبيع شبه عربي إسرائيلي، يعني هندخل ب هذه الأرشيتكتور المعينة، لكن لن تصلنا إلى السلام. يعني سنبقى في منطق إدارة النزاع ولن ندخل إلى منطق تسوية النزاع، ما زلنا مستمرين بهذا المنطق، لكن الوقت يعمل ضد القصة. ستتأزم القضية فتعود إلى انفجار بشكل أو بآخر في مكان معين، وتعود إلى أن تستعمل لحسابات أخرى. يعني أنا أستبعد حرب كلاسيكية تقوم بها دولة عربية مع إسرائيل، مش بالضرورة يكون في حرب، لكن هذا التأزم قد يؤدي إلى انفجارات عديدة، ما يسمى asymmetrical war، يعني حروب شو بتسميها، غير متناسقة بين الطرفين، غير متماثلة بالضبط، يعني بمعنى طرف مع دولة. يعني لن تقوم دولة عربية محازية لإسرائيل، لن تقوم بحرب.
فستاتيكو قد ينفجر. عدم يعني عدم القدرة الإسرائيلية والدولية على الحفاظ على ستاتيكو مع تنفيسات بسيطة عبر بعض المهدئات كما نرى ستؤدي إلى انفجار. يعني لاحظ أصله انتهى فعله حتى القانون انتهى. فدخلنا لذلك قلت أنا انتقلنا من محاولة مدريد. مدريد كانت محاولة لتسوية شاملة في كافة الملفات وكافة المسارات. انتقلنا بسرعة بعد ذلك إلى مرحلة الترانزيشنال، الحلول الانتقالية المرحلية، أن نبني جسور إلى منتصف النهر. انتهيت، غرقنا بالنهر. رجعنا إلى منطقة حاليا من حوالي 20-15 سنة على الأقل إدارة النزاع، لكن إدارة النزاع عبر تجميده على الأرض سياسيا، تجميد سياسي وتغيير عسكري إسرائيلي. يعني زيادة الاستيطان هو ليس تجميد الوضع السياسي. أدفي سوري روسيا تستلم هذه الورقة الفلسطينية كون اليوم عم تحط إيدها على مجموعة من القضايا اللي لها علاقة بالمنطقة، وشفنا إنه ما شاركت الاجتماع بليز، يعني سيرجي لافروف ما راح حضر بهذا الاجتماع، وكان عم تجرب تعمل تواصل مع الفلسطينيين، وكمان علاقته الجيدة بوتين مع نتنياهو. بالضبط، أنا بعتقد يعني معلش بأساس بشكل عام سياسي إنه لن يبدأ عملية جدية للحل أيا كان استلامها روسيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو سمي ما شئت إذا لم تشعر إسرائيل أنه إما في عندها جزرة كبيرة أو في عندها عصا كبيرة. وهذا ينطبق ليس على إسرائيل، ينطبق على أي دولة في العالم. يعني إسرائيل اليوم قادرة أن تستمر في منطق الوضع القائم ستاتيكو السياسي بخسائر لا تزيد عن خسائر تصيب أي بلد في حادث في حوادث سيارة في السنة، وبالتالي ليست بحاجة للقيام بتنازلات. لا أبرر إنما أشرح من منطلق سياسي. لماذا تريد إسرائيل تقوم اليوم بتقديم تنازلات عندما هنالك حرب أهلية عربية، غياب حد أدنى من التوافق الضاغط مش التوافق الإعلاني؟ وبالتالي إذا استمر هذا الوضع القائم، الوضع القائم سياسيا في الصراع ستاتيكو مع تغيير سريع على الأرض، يعني انتهينا من قصة توسيع المستوطنات في الجغرافيا نوسعها في الديموغرافيا، انتهينا من موضوع انه مش حنسيطر على القدس بس بتجي المسؤول البلدي الاسرائيلي بالقدس يضع ضرائب اوكي على اللي عنده دكان فلسطيني فيهاجر الفلسطيني منه لنفسه. اذا عنده 5 اولاد ومرته بده يبيع الدكاني بيقول له انا ما عامل لك بيع الدكاني، بس هذا تفريغ ديموغرافي. فهذا الوضع ضد السلام، يعني الزمان ضد السلام في الصراع العربي الاسرائيلي، الزمان ضد السلام، وهذا مستمر وهذا مستمر. أبو الزمن شكرا دكتور نسيف وشكرا لحضوركم، ونحن على موعد مع الحلقة النقاشية التالية اللي خلال شهر ومنعلنها بوقتها.